بعد كده بنتكلم على the court of appeal، محكمة الاستئناف. There are many courts of appeal in the important government. في الواقع ان احنا عندنا 8 محاكم للاستئناف على محافظات الجمهورية. تمام. The court of appeal deals with the judgment rendered by the primary court. ان the court of appeal، محكمة الاستئناف، دايما بتختص بنظر المنازعات او القضايا اللي طالعة منين؟ من المحكمة الابتدائية. The judgment issued from the court of appeal are final and enforceable. They are only subjected to question only by the court of cassation and later may decide to suspend the execution of judgment until it issues its decision. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان احنا الحكم اللي بيصدر من المحكمة الاستئنافية بيبقى نهائي واجب النفاذ، بيتعرض بس للطعن بالنقض. وهنا طبعا ان الطعن بالنقض في الاصل لا يوقف تنفيذ الحكم، لان هو طريقة غير استثنائية وقصة كده احنا ملناش علاقة بيها او ملناش دعوة بيها. المهم ان انا اعرف ان الكورت اوف ابيل موجودة in the important government. الكورت اوف ابيل deals with the judgment rendered by the primary court. انها بتختص بالفصل في الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، وان الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئناف طبعا are final and enforceable، يعني نهائية واجبة النفاذ. طيب بعد كده the primary tribunal اللي هي المحكمة الابتدائية in each government، موجودة في كل محافظة. All of them contains several chambers. طبعا قلنا اي محكمة لازم يبقى فيها كام شمبر؟ 4: commercial, civil, criminal, family. تمام. بعد كده بنقول primary tribunals. الجزء اللي انا مخطط عليه ده مهم جدا. primary tribunals exercising the role of court of appeal in cases which entered in the jurisdiction of the summary tribunal, small cases whose value does not exceed 40,000 pounds. طيب هنا بقى لينا وقفة. هو عندنا في حاجة الاختصاص القيمي للمحاكم. فأنا عندي المحكمة الجزئية اللي هي أوطى درجة خالص، بتختص بنظر المحاكم اللي قيمتها من جنيه ل40,000 جنيه. كويس. طبعا البرايمري تريبونالز بتختص بنظر الـ 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 القضايا بقى من 40,000 جنيه الى ما شاء الله. تمام. كورت اوف ابيل مهمتها محكمة الاستئناف انها بتسمع او يستأنف امامها الاحكام الصادرة من البرايمري تريبونال اللي هي المحكمة الابتدائية. اما المحكمة الابتدائية فهي بتلعب دور، وده اللي انا مخطط لك عليه، بتلعب دور محكمة الاستئناف في القضايا الصغيرة اللي طالعة من المحكمة الجزئية اللي لا تتجاوز قيمتها عن 40,000 جنيه. نقول تاني دلوقتي السامري تريبونال لما اجي استأنف حكمها استأنفه قدام مين؟ مش هستأنفه قدام الكورت اوف ابيل، لان الكورت اوف ابيل دي مرتبة اعلى بكتير من السامري تريبونال، بالتالي لازم استأنفه قدام البرايمري تريبونال. يبقى المحكمة الابتدائية اللي هي موجودة in each government. كويس. exercise the role of the court of appeal in cases، بتلعب دور محكمة الاستئناف في الكيسز of the summary tribunals اللي هي does not exceed 40,000 pounds، ما بتعديش ل 40,000 جنيه. The judge determine the case in the primary court. All of them طبعا are formed of 3 judges. كلهم بيتشكلوا من كام؟ من 3 قضاة. طيب بعد كده عندنا the summary tribunal. It is a branch of the primary tribunal and is located in all districts. نخلي بالنا بقى من كلمة district دي، يعني
في كل منطقة، في كل مركز. المحاكم الابتدائية بتبقى موجودة in each governorate في كل المحافظات. يعني مثلا عندنا محافظة المنيا هنلاقي فيها مركز مغاغة، مركز سمالوط، مركز بني مزار، مركز. المركز ده اللي هو الديستريكت. المحكمة الابتدائية بتبقى موجودة فين؟ موجودة هي ومحكمة الاستئناف في محافظة المنيا نفسها، ولكن المحكمة الجزئية هي اللي موجودة في كل مقاطعة أو كل مركز من المحافظة. طيب all of them are formed of a single judge. كل المحاكم الجزئية بتتكون من قاضي واحد. The judgment are final when the value of the case does not exceed 5,000 pounds. يعني لها حاجة اسمها نصاب. النصاب ده يعني هي ممكن تصدر أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها إذا كانت قيمة الدعوة 5,000 جنيه. يبقى بالتالي إن إحنا عرفنا معلومات إن السامري تريبونال تنظر في المنازعات اللي قيمتها من جنيه ل40,000 جنيه، أحكامها بتبقى نهائية وإنفوسبل في القضايا التي لا يتجاوز قيمتها 5,000 جنيه. في استثناء تاني ادهولها المشرع، كل دي استثناءات حطها المشرع. There are some cases which enter in the jurisdiction of the summary court whatever the value of the case, such as the cases related to the partition of the common property. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشرع ادها استثناء ان في بعض القضايا زي تقسيم المال الشائع اداها لاختصاص المحاكم الجزئية، علشان مهما بلغت قيمتها تختص بها المحاكم الجزئية. ده ليه؟ لان المحاكم الجزئية عقار بيقسم في مركز معين في منطقة معينة، مش معقولة اللي هيبقى الاختصاص فيه للمحكمة الابتدائية اللي هي بتقع في المحافظة. لأ، انا عايز محكمة جنب العقار، يبقى بالتالي هلجأ لمين؟ اكيد للسامري تريبونال. بالتالي المشرع عمل استثناء لهذه القاعدة اللي هي في بعض القضايا تختص بها المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها زي تقسيم المال الشائع. نراها تاني. There are some cases which enter in the jurisdiction of the summary court whatever the value of the case, such as cases related to the partition of the common property. يبقى احنا عندنا هنا ثلاث معلومات او اربع معلومات اساسية لازم نعرفها عن السامري تريبونال. اول حاجة it located in all districts، موجودة في كل المناطق. its judgment are final if the case does not exceed 5,000 pounds. تمام. بعد كده there are some cases which enter the jurisdiction. يعني كلمة jurisdiction بقى يعني اختصاص. Jurisdiction of the summary tribunal أو summary court، اختصاص المحكمة الجزئية، whatever the value of the case, such as cases related to the partition of the common property. تمام؟ دول الأربع حاجات المهمين اللي احنا لازم نبقى عارفينهم، وكده خلصنا القضاء العادي. تمام؟ طيب عندنا بقى الادمنستريتيف جوديشري، وده يعني مش مهم قوي بس انت لازم بس تبقى عارف الاستراكشر بتاعته. للعلم بالشيء ليس الا تقسيمة مجلس الدولة غير خالص تقسيمة القضاء العادي. عندي سانكشن فور ليجل ديفايسز، عندي قسم الفتوى والتشريع. القسم ده مهمته ان هو بيبقى موجود في كل وزارة، بيدي legal advices، بيدي نصائح قانونية. وعندنا القسم التاني اللي موجود the judicial sanction. the sanction for legal advices and legislations it has a branch in each ministry as well as the most important departments of the administrators. its function is to give legal advice in cases or matters brought before it. يعني هو موجود في كل وزارة، مهمته ان هو بيدي نصائح قانونية
كويس لأي حاجة تتعرض عليه. The opinion issued from the general meeting of the branches in matter concerning two parties of the administration is binding for them. النصائح أو الرأي القانوني اللي هو بيديه طبعا ده بيبقى رأي ملزم للطرفين. يعني لو في مسألة متعلقة بوزارتين، الوزارتين دول عارضوا على قسم الفتوى والتشريع بتاع مجلس الدولة، مجلس الدولة طلع رأي معين، يبقى هذا الرأي هيبقى ملزم للطرفين. وكده خلص السكشن فور ليجل ديفايس. نخش بقى على الجوديشال سانكشن، وده كونسيست اوف الادمنستريتيف كورتس، المحاكم الإدارية، وعندي بعد كده محاكم القضاء الإداري الادمنستريتيف جوديشال كورتس، وعندي ذا سوبريم ادمنستريتيف كورت المحكمة الإدارية العليا، ودي زيها زي محكمة النقض في القضاء العادي. يعني أعلى محكمة عندهم بتبقى السوبريم ادمنستريتيف كورت، بعد كده ذا ديبارتمنت اوف ذا ستيت كوميشنز. طيب احنا بقى عايزين بس نعرف حاجة، يعني كل عايزين نعرف حاجة مهمة، ان احنا مجلس الدولة بيختلف شوية في عمله عن القضاء العادي. يعني القضاء العادي انا بقف على طول قدام المحكمة، ببدأ اترافع، ببدأ اقول للمحكمة طلباتي، ببدأ الخصم التاني يقدم دفوعه، يقدم مذكراته، كل الكلام ده. لكن مجلس الدولة الكلام ده يعني مش للحفظ، احنا بس بنقوله عشان حضرتك تبقى فاهم. مجلس الدولة بينقسم لقسمين، قسم الفتوى والتشريع اللي هو قسم بيقوم بإصدار بعض القوانين في بعض الأحيان، والقسم التاني اللي هو القسم القضائي. تمام، احنا قلنا ان القسم الفتوى والتشريع ده بيطلع آراء او نصائح قانونية وبتبقى ملزمة للأطراف في النزاع اللي بيعرض عليه. طيب عندي الجوديشال سانكشن ده بيبقى ايه بقى، عبارة عن ايه؟ ده بقى القسم القضائي بيبقى مكون من بعض المحاكم، محكمة إدارية ومحكمة القضاء الإداري، ودول درجتين يعني أدنى في المحاكم مجلس الدولة، وعندي أعلى درجة اللي هي The Supreme Administrative Court، المحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الإدارية العليا زيها زي محكمة النقض اللي هي الكورت اوف كاسيشن. بعد كده عندي ذا ديبارتمنت اوف ستيت كوميشنرز، عندي هيئة المفوضين. طيب ايه بقى القضية بتاخد مسارها ازاي؟ اول ما برفع القضية في مجلس الدولة بتروح للديبارتمنت اوف ذا ستيت كوميشنرز اللي هي هيئة المفوضين. هيئة المفوضين بتبحث القضية كويس وتبدأ تكتب فيها رأيها في القضية. بعد كده على حسب اختصاص المحكمة، ما احنا خلي بالك بقى احنا بنحكم في درجات وظيفية وفي منازعات جنسية ما بين الدولة وما بين الطرف العادي، ومنازعات كتيرة قوي. كل محكمة من الادمنستريتيف كورت اللي هي المحكمة الإدارية والادمنستريتيف جوديشيال كورت اللي هي المحاكم القضاء الإداري بتختص بنوع معين. يعني مثلا عايز ارفع قرار على طعن بجنسية مواطن مصري معين، يبقى هروح المحكمة القضاء الإداري. عايز أرفع موضوع معين يبقى هروح المحكمة الإدارية. طيب يبقى بعد ما هيئة المفوضين دول بتكتب رأيها في القضية بتبدأ تحلها للمحكمة المختصة. وهنا كل بقى الحاجات اللي موجودة دي، يعني أنا عايزك تقراها بس، ده اختصاص كل محكمة اللي موجودين في محكمة القضاء الإداري. ولكن كلمتين بقى صغيرين برضو للمعرفة مش لحاجة على السوبريم ادمنستريتيف كورت اللي هي المحكمة الإدارية العليا. judgment issued by the administrative judicial court are subjected to appeal before the supreme administrative court in case of default in the judgment or in procedures having effect or in the judgment and if the judgment contradicts previous final case law. يعني ان بيتعرض بس ساعات الاحكام بتاعت المحكمة القضاء الاداري طبعا للاستئناف امام ايه، امام محكمة الادارية
المحكمة الإدارية العليا اللي احنا بنتكلم عليها. ففي الآخر سواء الحكم صادر من الادمنستريتيف كورت أو الادمنستريتيف جوديشال كورت بيطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا السوبريم ادمنستريتيف كورت، لأن احنا زي ما احنا قلنا قبل كده إن السوبريم ادمنستريتيف كورت دي زي محكمة النقض. بعد كده الديبارتمنت اوف ذا ستيت كوميشنرز، يعني عايز تقراها اقراها، هو عملها بينقسم ان هو مفوضين الدولة بيكتبوا رأيهم في القضية بس. يعني انت المهم ان انت تعرفها كاسم بس، مش مهم تعرف الكلام اللي تحتها. بعد كده في كمان محاكم صغيرة اسمها ديسكيبلينري كورتس، ديسكيبلينري كورتس اللي هي محاكم التأديب الإداري، ودي بيتعرض ليها الموظف العام لما بيرتكب جريمة إدارية معينة، والمحاكم دي اللي بتختص بتأديب الموظف العام. احنا مش عايزين نعرف حاجة في مجلس الدولة غير البورتس بتاعته والعمل بتاعه، ان هو بيختص طبعا بالمنازعات التي تكون الدولة طرف فيها، ومش عايزين نعرف اي حاجة تانية. طبعا القضاء العادي هنعرف فيه الكلام اللي احنا قلناه، فبالنسبة لنا القضاء العادي اهم طبعا من مجلس الدولة، بس لازم ابقى عارف ايه هو مجلس الدولة باختصاصاته بتقسيمته جوه بقصة القضية بتتعمل ازاي. ممكن دي يبقى فيه جزء منها معلومات عامة وجزء منها ان انا استفيد بيه في الامتحان. شكرا.